عسى الله بدأت الاختبارات، عسى الله يوفقكم. والله تكفى شبكة المكيف ذي غير شكل أحبها. على طاري الاختبارات، أذكر أكره ما أشوف إلى منه جاء المراقب ووقف فوق راسي. ما نبغاش أنا بس تدود أضيع، ما أدري راح وخر انفهد عنه، ابعد عنه شوي، خله بركز، خل يا أخي ما أقدر. لا وزود هذا تلقاه ياكل علك بعد، وكل شيء يهضم الا المراقبه اللي كل 3 دقائق ينبه: يا شباب ترى باقي ساعه الا ربع، يا شباب ترى باقي نص ساعه، يا شباب ترى باقي ربع ساعه، يا شباب صدقون عاد امنيتي اصير مراقب باختبارات. ولا انا اصير مراقب. اول شيء زينه ما اخلي العامل يجي يدخل يدور يوزع ماء، لا احط عند كل طاوله قاروره ماء، خلاص ما في احد يدخل. وثاني شيء زينه بحط ساعة متر بمتر، أبى أخليه يشوفها العمى علشان ما حد يسأل عن الوقت، أسئلة كثير متكررة ولا لا حل. أي تنبيه أي واحد يبي يدخل ينبه، وكيل، مدير، دكتور، طالب، لازم قبل توزيع الأسئلة، بعد توزيع الأسئلة ما في تنبيهات. وش بزين بعديه؟ بخلي معي نباطة، نباطة ما له صوت ولا تزعج الطلاب، واللي يحاول يغش أبلصعه بخليه يتبعرص. ايه عقوبة الدنيا ولا عقوبة الاخرة، خل الصعك بالنباطة هلصك اخليك تبعرص ولا تقعد تفرد سيديك يوم القيامة ما تدري وش تزي. من ضمن الاشياء اللي بحطها انا بحط بعد حلا ومص على كل طاولة، لان بعض الطلاب يجي ما افطر وملا منه جاي بيسأل شيء، وقربت لم ولا ريح تثم وتقل جخر مجلة. وبخلي عندي اللي يغطن العيون والمخدات حقت الطيارة الصغيرات ذولي، عشان اللي يقضي قبل نص الوقت ما يبلش بعمره يقعد بس يتلفت ويشغل، ياخذ له غف ولا ما يقضي. يا أستاذ لو سمحت نسيت قلمي، دوروا له قلم، ممنوع قلم. يا دكتور لو سمحت قلم زيادة بس أبي القلم. والله أختبر. لا ذي لقينا له فكرة، أجخر مسمار بالطاولة واربط بكل طاولة قلم، خلاص لا تجيب قلم من بيتك، ما قلمه موجودة. في شيء مهم بعد نسيت أقوله، إنهم لا جاي يدخلون للقاعة يفسخون تكرمون عالهم برا، عشان اللي يسحب رجليه ولا لابسين كعب ما يؤذي العالم. وهالقرار ذا يشمل الطلاب والمراقبين والمراقبات اللي يكشخن بالقاعة يلبسن كعب يقلهن طوال. ورا قاعد 6 ساعات على هالكنب، ورا ما تغير مكاني. هذا جزائي الانتظام معكم عشانكم تختبرون وتدرسون، قاعد نتضامن معكم.